اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيتكم في حلقه جديده من وصفات سناء كيناني باش نقدم معكم واحد الوصفه اللي كتعجب الكبير والصغير. كوردون بلو كيجي رائع، درتو بجومبون فخوماج وسهل في التحضير. قدمتو مع بوم سوتي ومع باراميدجان ديال الدنجال. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. المقادير وطريقه التحضير غادي نبداو هنايا بلاداند. انا عندي هنا نص كيلو ديال لاداند صوبته عند الجزار وقلت له يضربوا ليا، خاصو ضروري يكون مضروب باش كيكون رقيق ما كيكونش غليظ. جبته وغسلته ودرته في الخل باش يحيد داك الزفوره. كنعمروه بالجومبون دو داند ولا كويس ولا اللي عنده شي حاجه يستعملها بها. وهنايا طرونش ديال الفرماج، اي فرماج عندكم تقدروا تديروه فيه. بالنسبه غادي ندوزوه في البيض وفي الشابلور وفي الطحين فورس وملحه والابزار. غادي نرافقوا هذا الكوردون بلو غادي نرافقوه بالبتنجان. انا غادي نديرو غادي نديرو غراتان في الفران، ولا ما نقولوش كاع غراتان كيتسموا بالطاليانيه باراميدجان، كل واحد شنو كيسميه. عندنا هنايا صوص طوماط غادي نحتاجو. انا صوبت لاصوص من قبل، ها هي راه ما كنديرش فيها لا قزبر لا معدنوس. هاد لاصوص هادي كندير فيها البازيليك الريحان هو اللي كندير فيها فقط، وتويمه وبصيله كنشحر معاها بصيله وكندير ميطاشه وداكشي انا وجدتها من قبل. وغنرافقو بالبطاطا سوطي غادي نسلقوها. انا قطعت هنا بطاطا نقيتها وقطعتها، غادي نسلقها وغادي ندوزها في مليحه ولا بزار ومعدنوس وشويش ديال التويمه صافي. ونبداو دابا مع طريقه التحضير ديال الكوردون بلو. غادي نبداو دابا بلادانت. نجيب هاد لادانت هنايا غادي ندير ليه ملحه ابزار. غادي كل وحده غادي ندردر عليها مليحه ولا ابزار السمنه غير باش يجي اسيزوني ما يجيش باسل. انا ما بغيتش ندير ليه الملحه كلش كله دقه وحده، ما تكثروش كل واحد باش يدير على حسب الذوق ديالو صافي. راه ساهل هذا الكوردون بلو كيجي ما كياخذناش وقت وكيجي زوين صافي. غادي نديروا الفرماج. انا كندير هذا الشيدر كيجي زوين صافي. غادي نديرو له بحال هكا وغادي نديرو له بحال هكا حيت هادي ولا نديرو هادي هكا على حسب كي مقطعنا الطرونش ديال لادانت. كل واحد كيف كل جزار كيفاش كيقطعو، المهم خاصو يكون مجموع صافي هكا. وغادي ندوزوه في الطحين، غادي نحطوهم هنايا باش ندوزوهم في الطحين وندوزوهم في البيض والشابلور. غادي نديرو ستيك اخر عاوتاني، ها هو نديرو نفس الطريقه مليحه. هاد الوجبه كيبغيوها الدراري بزاف وحسن من ديال اللي كنشريوه. بعض المرات كنشريوها ديال برا ما عرفتيش كيفاش مصايبينها وهذا. اللهم الانسان يصاوب بحال هاد المسائل اللي ساهلين يصاوبهم في البيت ديالو حسن، وهاد الشيوات كيعجبو الدراري. ها هو هذا بحال هكا غنديرو نفس الطريقه، راه سهل منه ما كاينش وكيجي بنين. غنديرو له هادي هكا باش تعاوننا باش نسدو. هاي باش ما نخليوش البصل فين يخرج، غنخليوها هكا مجموعه ونحطوها. نكملو ثلاثة حتى هي مليحه، شويه البزيره باش ما يجيش داك لاداند. ولا اللي عنده ستيك ديال الدجاج يديرو، اللي عنده شي حاجه متوفره ليه يديرها. نديرو الفرماج، انا كنصايبو بخاطري زعما ما عنديش مشكل هكا وهكا. نحاول نقادو هاد الجوانب باش يجي يبقى دي باش يجيو كلهم لي مخصوص بحال بحال هكا. ها هما دغيا وجدوا صافي. وغادي ندوزوهم في البيض والطحين والشابلور ما بينا عليه السلام. وحنا وجدنا ها هو دابا انا وجدت هنا الطحين فورس والبيض والشابلور. غادي نطرب هاد البيض، انا درت غير بيضه وحده حتى الا خاصني عاد نزيد البيضه الثانيه باش بلا ما تبقى ضايعه، حيت ملي غنسالي بها ما عندهاش تبقى ضايعه
صافي انا طهيتها. دابا غادي ندير الطحين فورس هو الاولاني. راه ملي كنديرهم في الطحين وكنهزهم هما مجموعين كنحاولوا انهم ما يتحلوش، كيجيو هكا مطويين. صافي ندوزوهم في البيض. ديما ملي كنبغيو نديرو بحال هكا شي حاجه كندوزو في الطحين فورس هو الاول عاد البيض. صافي كنديرو الشابلو. انا راه الشابلو كنصاوبها في ميزون، ما كناخدش ديال الزنقه حيت ديال ما كاين ما احسن حاجه ديال الدار كتصاوبيها بيت، ما كتعرفيش داك الخبز فين كان اللي كيديروا لك به. ها هي غسل يدي من الاولى وعاد نكمل الثانيه. داك البيض مع الشابلو كيرول. نكمل الثانيه. نفس الطريقة كنحاولوا البيض يشدها من كل الجوانب باش كتجي هي هذيك، ما كتبقى لا حتى شي بلاصه محلوله ملي كنسدوها بالشابلور، ما كتبقى حتى شي حاجه كلشي كيكون مسدود. نكملوا بهذه الطريقه حتى نساليو هاد الستيكات كاملين ديالنا. بعد ما كملنا الكوردون بلو ها هو وجدتو، انا غادي نحطو هنايا على جنب وغادي ندوز للدنجال. الدنجال غادي نصايبو غادي نقطعو نجيب موس الدجاج غادي نقطعوه دوار سمنه وغادي نديرو فيه الملحه ونخليوه يطلق الماء ديالو شي شويه، عاد غندوزوه في الطحين فورس ونديروه في الفران. انا ما بغيتش نقليه، كاين اللي كيقليه هي لا غوسيط ديالو الفري راه خاصنا نقليوه، ولكن حيت دابا اصلا الدجاج كيسد تيشد الزيت بزاف ولا خلينا انا زدنا درناه في القلي صافي كملنا اللي بقى، من الاحسن نحاولوا نقصوا لي داب. صافي غادي ندير لهم بحال هكا نكملوا هاد حتى الدنجال. انا درت على حساب القياس عدد الافراد الاشخاص اللي عندي في الدار، كل واحد غادي يدير القياس اللي عنده ديال، حيت انا ولادي ما كياكلوش الدنجال، انا ناكلو احنا ثلاثه الاشخاص وصافي، من كل واحد يدير على حساب قياسه. الدنجال قطعته كامل غنزيد عليه مليحه ونخليه يطلق الماء ديالو، حيت ملي كنديروا الدنجال ملحه كيطلق الماء، ملي يطلق الماء عاد غادي ندوزوه في الطحين ونديروا في الطاوله وندخلوه للفران. بحال هكا مليحه، راه هاد الملحه ما كتبقاش راه كتهبط كدوب مع الماء، تقولوا لي درت الملحه بزاف راني ما ملحتش بزاف، حيت هي اللي كتحيد لنا داك الماء اللي كاين في الدنجال باش ما كيجيش ميه. هادي علاش صافي غنخليوه هنايا دو كوطي. انا راني درت البطاطا تسلق صافي وغادي نرجعو باش ندوزو في الطحين. الدنجال هاو بعد ما طلقنا الماء ديالو هذاك الماء اللي فيه هو كيطلقو مع الملحه، غادي نشفو مزيان، غنشفو هنايا بابيي وعاد غادي ندوزو في الطحين. ما كيبقاش يطلق داك الماء ديالو الكحوله تحيد. صافي وغادي ندوزو دابا في الطحين، غنجيب شي بول اللي غندير فيها الطحين وغندوزو فيها. ها هو انا غادي ندير الطحين السمنه وغندوزو في الطحين ونستفو في الطاوه مباشره. الطاوه نقطعو هنايا السمنه وغنديروا عليها فتيته د الزيت قبل ما ندخلوه للفران، غادي نديروا عليه فتيته د الزيت من الفوق. شتي هو الماء ديالو كيفاش كي البابيي كيفاش كيشرب داك الماء ديال الدنجال. طريقه زوينه هذه ديال كديروا له الملحه عاد تخليوه يخرج داك الماء اللي فيه راه زوين.
غنبقاو بحال هكا حتى نكملوا الدنجيل كامل اللي عندنا. ها هو الدنجال بعد ما خرجته من الفران، ها هو كي كيجي ما كيشربش الزيت وطايب. دابا غادي ندوزو نديرو في المول. هاني جبت المول، غادي ندهن مطيشه هي الاولى في المول تحت. بسم الله، راه ساهل كيجي وكيجي بنين صافي. وغادي نبدا نفرش الدنجال. الدنجال راه ما كيجيش فيه ديدان بزاف، كيجي هو زوين كيتواتى مع هاد لاصوص طوماط اللي فيها البازيليك، كيتواتى معها بزاف. ندير لهم بحال هكا، نحاول نستوي وحده على وحده. نمشيو بحال هكا طبقات. صافي، وغادي نزيدو لهم عاوتاني الطبقه الثانيه ديال المطيشه. شويه الفرماج موتزاريلا، اي فرماج موجود عندكم ماشي بالضبط موتزاريلا ولا هذا، انا عندي البارميزان هنا غنزيد شي شويه، غنزيد منه حيت هو كيعطي واحد المذاق زوين. اللي ما متوفرش ليه ما يديروش. هنا بغينا نخدموا غير داكشي اللي كاين اللي موجود في الدار، ما نبغيوش نصعبوه. حيت هاد الاكله كتواتى بزاف مع الكوردون بلو كيجي زوين. كنبدلو شي شويه وصافي علاه، نبقاو كل نهار حاجه حاجه. اللهم نبدلو شي حوايج نخرجو بحال هكا، نديرو هاد المثلات بحال هكا كيجيو زوينين صافي. وغادي ندير طبقه واحده اخرى ديال الدنجال. طبقه اخرى ديال المطيشه، قلت لكم طبقه اخرى ديال الدنجال. سمحوا لي وصافي، نبقى بحال هكا صافي. زيد الفرماج، هاد المرات راه كتجي شي دوخه عجيبه غريبه صافي. دابا نكثروا هنا الفرماج، نزيدو هنايا بارميزون صافي. غادي ندخلوه للفران واحد 15 دقيقه ما يدوب عليه الفرماج وطلق ديك لاصوص طوماط على الدنجل صافي. وغادي نقدموه لكم. التذكير راني غادي ندخلو الفران لمده 15 دقيقه حتى 20 دقيقه بعد ما نمسحوا له هاد الجوانب هادو باش ما يبقاش هاد لاصوص حيت كيبس في المول. كنحيدوهم ليه، كننقيوه، ديك الساعات كندخلوه. بالنسبه دابا للكوردون بلو انا غادي ندوزو في المقله، غادي ندوزو من جوج جهات. غنديرو زويته، بسم الله، هكذا صافي. وغادي ندوزو من جوج جهات، تكون ديك ثلاثة دقائق حتى ربعة دقائق من كل جهة، غير يسخن الزيت شي شوية وغادي نديرو فيها. نجيبو الكوردون بلو، بسم الله، شوفو غادي نقللو عليه البوطه من الاحسن باش كيطيب على خاطرو باش ما يطيبش ملهوف ويبقى خضر من الداخل. نحاول نقص البوطه العافيه باش ما ت بحال هكا، نخليوه يطيب على خاطرو. ندوزو داك الزيت بحال هكا باش يدوز عليهم كاملين صافي ونطيب. ندوزو دابا البطاطا، البطاطا باش نسوطيوها. ها هي المقله، انا غنديرها تسخن. نديرو فيها زويته وغادي نلوح البطاطا مع المعدنوس والملح والابزار، غنسوطيوها عادي بحال اللي مولفين. ها هما الكوردون بلو، دابا غادي نقلبوهم بعد ما خليتهم كيخرج ليهم كيخرج ليكم 5 دقائق. ها هما كنبركو عليهم هكا شي شويش صافي، كنخليهم عاوتاني يطيبو هادشي بشويه يعني كل ما تبو على خاطرهم. ها
غادي نديرو واحد شويشي شويه ديال الزبده هنايا. صافي راه البطاطا الثانيه كتشحر، ها هي درت ليها المعدنوس ملحه الابزار كتصوطه باش يجي كلشي قد قد، يجي فوق واحد يوجد. لي كوردون بلو ديالنا هادو الاولين راهم طابو، هادو نحيدوهم، ها هما طابو من جوج جوانب، نحطوهم هنايا طبيعتكم ونقطعو نكملو الثلاثة الاخرين. بسم الله راهم كيجيوناش فين من الزيت، ما كيجيو لا ميد لا والو، وكيجيو بنان ولا كيجيو بنان. راه نسيت ما قلتلكمش واحد المعلومة أخرى، كاين اللي كيبغي يدهن داك ستيك بلا موطاغ، عادي يدير الجومبون ويدير الفخوماج يدهنو، كل واحد يدير اللي بالي. أنا المهم قلت لهم كم يعني كملاحظة وزيادة، إلا اللي بغا يدهن داك الموطاغ عادي يلوي، راه هو كيعطي مذاق زوين. هاو الدنجال بعد ما خرجتو من الفران، شوف كي كيجي رائع، وريحتو طالعة غزالة. بقاو معايا أنا غادي نحطو ليكم تشوفو في طبق التقديم إن شاء الله بحول الله. غادي نحط طبق التقديم، بسم الله، باش تشوفوا معايا كي كيجي الغدا، وغادي نقطع لكم الكوردون بلو ونوريكم كي كيجي من الداخل، بسم الله. صافي وغادي نديرو بونفيتي اللي درنا، غادي نحطوها تاهي هنايا في جنيب، راه كيجي غدا رائع. وصفة كاملة فيها كل شيء. أنا غادي نقطع لكم باش تشوفوا كي جا الكوردون بلو، ودابا أنا غادي نوريكم الكوردون بلو كي كيجي من الداخل. بسم الله، ها هو طايب وريحته طالعة غزالة. كنتمنى أنكم تجربوا الوصفة وردوا عليا في التعاليق، وما تنساونيش من لايك وابوني، والى اللقاء في حلوة وصفة جديدة ان شاء الله. مرحبا بكم.